تحية طيبة مشاهدي قناة سامراء الفضائية وفقرة ما رأيك من برنامج سامراء الصباح. كل إنسان عنده ماضي وكل إنسان عاش ذكريات في السنوات السابقة حتى كبر، ولكن هل يحن الإنسان إلى الماضي؟ هذا ما سنعرفه بهذا الاستطلاع الخاص بفقرة ما رأيك من برنامج سامراء الصباح بمحافظة بابل، فابقوا معنا. بكل صراحة يحن الإنسان الماضي بسبب الحياة اللي كان عايشها، أولا أمان، ثانيا كان أكو تشوف ترابط أسري. يعني هسه احنا غالبا ما نشوف ترابط أسري، أقول لك عوائل، يعني عوائل كانت تجتمع وكان تطلع سفرات، وأيضا كانوا يعيشون يعني حياة جميلة جدا. هسه حاليا حياة موجود انترنت وموجودة مواقع التواصل الاجتماعي وموجودة هواية أشياء ترفيهية، لكن ماكو ترابط أسري. تشوف أحن الماضي، طبعا أحن الماضي، هواية أكو أشياء أحن بيها الماضي. أولا الأمان، وثانيا الحياة اللي كنا عايشيها البسيطة، البساطة. دائما الإنسان يحل المسائل البساطة لأن هي أجمل ما يكون، أجمل ما يكون بالكون. من جانب النفسي احنا نتحدث باعتبار انا هذا عملي، يعني هو مو يحن للماضي وانما يحن للمجتمع اللي كان بقصده. ايش نقول احنا ايش بقصده؟ يعني اني ذول اللي بعمري انولدت بذاك المجتمع اللي هم من عمري، الثقافة اللي كانت سائدة، انا احل هاي القضية. انت نفسي تشوف هسه احنا كل واحد يسألونه يقول والله كانت الدنيا حلوة، احنا كنا قاعدين. يجي جيل اخر بعد جيل اخر يقول والله كانت ايضا شلون حلوة الحياة وهكذا. لماذا يحن الإنسان للماضي؟ وإذا كنت أنت أيضا تحل الماضي؟ طبعا الإنسان يحن الماضي، لأن الماضي هو الطفولة. الطفولة هي النقاء، هي الصفاء، هي البراءة. الأمم تزهو بماضيها، الأمة التي ليس لها ماضي ليس لها حاضر وليس لها مستقبل. زين أنت سؤالف لي أنه أنت تحن للماضي، الماضي مالتك؟ طبعا أحن الماضي مالتي، لأنه إذا ماضي حلو وماضي مريت بي بأيام حلوة وأوقات حلوة ولحظات حلوة، فأحن لهذا الماضي، وماضي الحمد لله كان كله حلو. الحنين أنا بالنسبة إلي للطفولة هو حنين للبراءة، إنه كان بالنا مرتاح، ما عندنا شعور بالمسؤولية. يمكن هو هذا بسبب حنيننا. من كبرنا صارت مسؤوليات علينا وضغوطات، فنظن حن الماضينا كون الطفولة هي بعيدة كل البعد عن المسؤولية، أكو العائلة اللي تخدمني وتوفر لي كل حاجياتي، فأكيد أنا أحن للماضي. الحنين إلى الماضي طبعا هو اشتياق لأيام جميلة مضت لا يمكن للإنسان أن يعيدها، وهذا الاشتياق يجعل من هذه الذكريات تتجدد دائما في ذاكرة الفرد. كثير من الأفراد يعني يشعرون بالراحة عندما يتذكر ماضي أكثر من الحاضر، خاصة وأن الحياة بدأت تتغير ليس نحو الأحسن وإنما نحو الأسوأ. لذلك نحن إلى ما كان في ماضي الزمن وماضي العهد. يقال أن الماضي دائما يكون أجمل من الحاضر، والحاضر أجمل من المستقبل لما فيه من ذكريات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقرة ما رأيك من برنامج سامراء الصباح. تقبلوا تحيات من كان معكم في تقديم هذه الفقرة، أنا محدثكم سجاد الخفاجي من محافظة بابل. هذه عودة للزملاء في استوديو برنامج سامراء الصباح.